إذن التحذيرات الدولية المتواصلة لم تمنع إسرائيل من شن عملية عسكرية في رفح، فهل تزيد هذه العملية من عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي، لا سيما بعد تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن محكمة الجنايات الدولية؟ المزيد في هذا التقرير. لخان إسرائيل لا تسكن لدريشوت. لا يمكن لأي ضغط دولي أن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها، حتى لو اضطرت إلى الوقوف بمفردها. لعل بنيامين نتنياهو أراد تطبيق أقواله على الأرض عبر الهجوم على رفح. عملية عسكرية رغم تحذيرات حلفائها قد تزيد إسرائيل عزلة في عزلتها التي تعيشها الآن، كما حذر أمنيون إسرائيليون. لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار، قبلت حماس ورفضت إسرائيل وبدأت الهجوم البري على رفح على الرغم من كل طلبات المجتمع الدولي والولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لوح مسؤول السياسة الخارجية في كرت محكمة الجنايات الدولية مرة أخرى. ما يحدث في غزة عاجلا أم آجلا سيتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تقول شيئا. وبالمناسبة أنا أدين تماما أي نوع من الترهيب للمحكمة الجنائية الدولية، لقد طفح الكيل. الخارجية الأمريكية من جهتها أوضحت أنها لا تؤيد شن إسرائيل عملية واسعة في رفح. نعتقد أن القيام بعملية عسكرية في رفح الآن من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في الخسائر في أرواح المدنيين، لذلك أوضحنا أننا لا نؤيد شن إسرائيل لعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح. تأتي هذه العملية العسكرية وسط تصعيد عائلات الأسرى التي تدعو حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل، دعوات لا تجد آذانا تصغي إليها في أوساط الحكومة الإسرائيلية. حكومة وفق البعض جرت إسرائيل التي تمر بذكرى المحرقة النازية إلى نقطة باتت تتهم بارتكاب محرقة ضد الفلسطينيين. والحديث أكثر حول هذا الشأن أرحب مجددا بدكتور نصير العمري المحلل السياسي من نيويورك، كما وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الطيار السابق في القوات الجوية الإسرائيلية الأستاذ جاي بوران، وكذلك أرحب بدكتور مئير مصر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية انضم إلي من القدس. أهلا بكم جميعا. دعوني أن أبدأ معك دكتور مئير. دكتور مئير، يعني إسرائيل مصرة على اجتياح رفح بالكامل وسط كل أو رغم كل التحذيرات الدولية والمخاوف الدولية، أمر سيزيد في نهاية المطاف من عزلة إسرائيل دوليا. لا أعتقد ذلك. أولا تحياتي لك يا أستاذ دارين وضيوفك الكرام. يعني مبدئيا هو لا معنى لهذه الحرب بدون بسط النفوذ الأمني تماما على كافة القطاع، وبالتالي هذا كان المقرر منذ البداية. القائل بأنه هذا ليس هو الحل وأنه هذا سوف يسيل سمعة إسرائيل في الخارج أو أنه سوف يؤثر على علاقة إسرائيل بشركائها الإقليميين وحلفائها الدوليين، أنا أعتقد أنه هم نفس أنفسهم الذين كانوا يعارضوا التدخل البري في القطاع، ثم الزحف إلى خان يونس معقل حماس، ومن ثم بقية العمليات العسكرية كما شاهدناها منذ 7 أشهر. وبالتالي هناك إما أن تسقط حماس إما أن تظل حماس، ليس هناك خيار آخر. أنا أعتقد أن هذه الخطوة هي خطوة مباركة وكان ينبغي على إسرائيل، هناك خيارات أخرى ليست عسكرية دكتور مئير. كان ينبغي على حكومة أولمرت بالعام 2007 أن وبعد ذلك حكومات نتنياهو المتعاقبة أن تعيد بسط السيطرة على مفاصل القطاع وعلى المعابر بما في ذلك المعبر رفح، معبر رفح من الجانب الإسرائيلي وفقا لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية. إسرائيل هي المنوطة بضبط المعبر من الناحية الإسرائيلية، وكذلك وفقا لاتفاقيات أوسلو في الملحق الأمني لاتفاقية غزة وأريحة بالعام 1995، وإسرائيل انسحبت من هذه المواقع بمحض إرادتها بالعام 2005، وكان خطأ فادحا لصالح السلطة، والسلطة خسرت هذه المواقع بالعام 2007. إذن منذ انقلاب حماس على الشرعية كان ينبغي على إسرائيل وفق الاتفاقيات أوسلو أن تعود وإلى هذه المواقع. أما فيما يتعلق بعملية رفح فهذه عملية
نحن ننتظرها منذ أسابيع بل منذ أشهر. لا طيب وصلت الفكرة يا دكتور مير. حماس في القطاع. ابقى معي لو سمحت أستاذ جاي. رغم كل هذا القلق الدولي ولكن هناك حاجة عسكرية وحاجة أمنية تتطلب في نهاية المطاف إلى دخول رفح وتأمين هذا المعبر. ממש לא, ממש לא, ואני לא מסכים. وأنا لا أوافق مع أي كلمة مما قال الدكتور مصري. النقطة هي أن لا شيء في عملية رفح سوى أنه سيقتل هناك جنود ومدنيين وكل العالم سيكون ضدنا. غير ذلك لن تحصد عملية رفح أي شيء، لأن على العكس ما يقول الدكتور مصري العملية في رفح لن تعيدنا للسيطرة على كل غزة، لأن حتى أيضا الآن لا نتحكم بكل غزة الآن، ولا نية لدينا بأن نسيطر على كل قطاع غزة، لذلك لا أهمية لهذه العملية. أن رئيس الحكومة جعل رفح إلى نموذج وكأن لا أهمية للحرب دون رفح. قبل ذلك كانت مخيم الشفاء وقبلها خان يونس والآن رفح. هذا غير صحيح، لأن معنى هذا الأمر هو بداية يتم التضحية بالمخطوفين في هذه العملية. التحركات في نهاية المطاف أجبرت حركة حماس على قبول الصيغة. ממש לא. לא. אחד, המסע ומתן المفاوضات היה תרום הפעולה הזאת. בדעת قبل هذه العملية كانت مفاوضات أوشكت שכבר יש עליה על יש الاقتراب. ليس العملية العسكرية، العملية العسكرية ستؤدي إلى وقف المفاوضات. أنا أريد أن أقول شيء أهم، لا نرى حتى الآن عملية واسعة. ما نسمع من الولايات المتحدة هنا تعهد إسرائيلي بأن هذه العملية هي محدودة. نحن لا نتحدث عن احتلال رفح ولا عن القضاء على 4 كتائب حماس، هذه عملية محدودة على تخوم وأطراف رفح. هذا بالفعل، هذه العملية محدودة بحسب المرحلة الأولى، ولكن إسرائيل تهدد في نهاية المطاف في حال لم يتوصل الأطراف إلى صفقة ستنتقل إلى المرحلة الثانية، أي ستعمق من عملياتها لتجتاح رفح. سأتوسع معك دكتور نصير، هل ترى بالفعل أن العمليات العسكرية تحديدا عملية رفح يمكن لها بالفعل أن تؤثر على صورة إسرائيل؟ كل تأكيد، أظن بأنه إسرائيل خسرت الكثير خلال الأشهر الماضية. أظن بأنها خسرت أهم شيء وهو التعاطف الدولي والتعاطف الأمريكي الداخلي، لكن أيضا الشعب الفلسطيني خسر الكثير الكثير. إذن لا يوجد رابحون في هذه المعركة، والدكتور يعني مئير يريد حروبا لا تنتهي، ويريد أن يحقق باستخدام الأمن ما يجب تحقيقه من خلال السياسة. ولو كان هناك فرصة لتحقيق الأمن الكامل لإسرائيل لما انسحبت إسرائيل من غزة ولما دخلت في أوسلو. إذن هناك إدراك لدى، يجب أن يكون هناك إدراك لدى الإسرائيلي بأن الوضع الدولي تغير والوضع الأمريكي تغير، ولا يمكن شن الحروب من أجل الوصول إلى سلام لإسرائيل، لأنه هذا الآن يصطدم برأي عام أمريكي متفجر. والسيد بايدن يحاول جهده أن يعود إلى البيت الأبيض، وغزة تهدد بايدن بالسقوط يعني إلى الهاوية وإعادة ترامب. ونحن نعلم ما معنى إعادة ترامب إلى البيت الأبيض، سيكون المزيد من الحرب في الشرق الأوسط. إذن أظن بأنه السلاح في هذه المعركة، أظن بأنه يعني أدى الكثير، يعني حماس تم تدميرها بشكل كبير. ونحن عندما نتحدث عن العودة إلى ما قبل 6 أكتوبر، نحن لا نتحدث عن عودة حماس وهيمنتها وتسليحها مرة أخرى. هذا القطار يعني مر، الآن نتحدث عن لملمة الجراح، إعادة الإعمار، البحث عن صيغة سياسية، إغاثة المدنيين. هذا هو المزاج الأمريكي والمزاج العربي، ولكن الدكتور مائير يبدو بأنه يريدها حرب إلى يوم الدين، يعني مثل الإخوة الدواعش في الشرق الأوسط. نعم دكتور مائير ستعقب، ولكن يعني أنت تقول أن كل
كل العمليات العسكرية لا تضر في صورة إسرائيل أو لا تسيء إلى سمعة إسرائيل كما تفضلت، ولكن يقول لك دكتور نصير أن في نهاية المطاف إسرائيل خسرت التعاطف الدولي، التعاطف الداخلي الأمريكي. نعلم أن الولايات المتحدة علقت وتدرس كل موضوع إمداد إسرائيل بالأسلحة، بالإضافة إلى التحركات لإصدار مذكرات اعتقال للقادة الإسرائيليين. إذن كيف تفسر كل هذه الخطوات؟ يعني كل هذه الخطوات نحن شاهدناها في السابق. أنا كنت يعني بفرنسا أثناء الانتفاضة الثانية، وأتذكر حجم المظاهرات الجماعية آنذاك ضد حكومة شارون ومقارنته بهتلر، وبل أنه القضاء البلجيكي بدأ في خطوات لمقاضاة شارون ومفاز رئيس الأركان آنذاك. وبالتالي يعني كل هذا الكلام نحن لم نولد بالأمس. من لا يعارض إسرائيل هو يعارضه على طول الخط، ومن يدعمه هو كذلك يدعمه على طول الخط. أنا أريد أن أقول أولا عدة أشياء فيما يتعلق بالسيد جاي الذي يقول أنه نتنياهو في البداية كان يقول أنه غزة، وبعد ذلك لا يكفي ذلك ويجب الذهاب إلى الوسط، وبعد ذلك هذا لا يكفي لا معنى الحرب. هذا غير صحيح. منذ اليوم الأول قالت الحكومة بصوت واحد وبصيغتها الموسعة وبدخول عناصر قوى الوسط إلى داخلها وتكون مجلس الحرب إدارة الحرب أن الهدف هو إعادة بسط السيطرة الأمنية على كامل قطاع غزة. هذا كان الهدف الاستراتيجي من الحرب منذ اليوم الأول ولا يزال اليوم. إذن لم يتغير أي شيء. ولكن ماذا عن المختطفين يا دكتور مير؟ لملمة الجراح شيء جيد، لكن ما معنى لملمة الجراح؟ يعني أن نكتفي بهذا القدر ثم ماذا؟ ما هو البديل عن عملية رفح؟ أن ندخل في مفاوضات مرة أخرى وثم ماذا؟ يكون حماس جزء من اللعبة السياسية؟ هل هم يوافقون على ذلك؟ لو حماس تستسلم اليوم وتقول نحن لن نكون جزء من العملية السياسية، إسرائيل لن تدخل إلى رفح بمنتهى البساطة. لكن هو هي المعضلة هي أنه حماس لا تزال تحكم وإن كان قسم صغير داخل القطاع، ولن تستسلم. هم يقولون يعني هم يقولون نحن سوف نصمد ونحن سوف نحكم ونحن سوف نقاتل إلى يوم الدين، ثم يأتي ويقول لنا جاي وأستاذ نصير أنه لا 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 تصدقوهم، هم سوف ينسحبوا والعملية السياسية سوف تكون بدون حماس، ولكن لا تفعلوها. زي ما شاء مارتي. لم أقل هذا. الدكتور مصري ينسى أنه في مناطق أخرى في قطاع غزة لا يوجد عنصر آخر يسيطر سوى حماس. والحقيقة أن حتى إن قضوا على 4 كتائب حماس، قضينا على 18 كذيبة، لم نجد أحد يحكم في غزة إلا حماس. وإن تم القضاء على 4 الكتائب في إسرائيل لم يفكر أحد بالبقاء في غزة، بما في ذلك رئيس الحكومة الحالي، أن نبقى نسيطر على قطاع غزة. لذلك الضرر لإسرائيل للمدى البعيد، الضرر الأمني من القيام بعملية رفح هو أكبر من الفائدة ومن الضرر الذي يحصل بنا في مختلف أنحاء العالم. لا يمكن أن نقارن بين الأمرين. وحماس كلما حكومة إسرائيل لم تقرر كيف ترى قطاع غزة، والحكومة لم تقرر لأن لا حل لديها، لأن لا تريد أي جهة فلسطينية أخرى. لذلك كل هذه الأمور هي هراء، لأن لا أحد عبر الدخول إلى رفح لن يجعل حماس تختفي. حماس موجودة في شمال قطاع غزة، تدير وسط القطاع، ولن يجعل أحد حماس تختفي بعد احتلال رفح. إذن أنت تقول في نهاية المطاف يجب وقف الحرب بشكل كامل وإبقاء حماس في كافة أنحاء قطاع غزة بحسب ما نفهم. لا، أنا أقول أن البديل الوحيد وليس الآن فقط ولكن إلى الأمام هي أن نقبل نظرية بايدن مع المملكة السعودية، مع قوى تعيد بناء القطاع وتمنح القطاع وسكانه مستقبل، والحديث مع الجهات المعتدلة الفلسطينية بدل حماس. كل هذه الأمور ممكنة، ولكن حينما توجد لدينا حكومة الهدف الوحيد الذي يجعل بنيامين نتنياهو أن يقرر كل شيء هو أن يتملص من لجنة تحقيق تطيح به، وكل
ما يقوم به هي ذرائع لا يوجد تفسير آخر. الحل الوحيد لهذه المنطقة هي رؤية بايدن ومملكة السعودية. دكتور نصير على التعقيد تفضل. يعني حماس هي شجرة إما أن ترويها وإما أن تعطشها لتموت. ويعني إذا كان الإصرار على دحر حماس عسكريا فأقول لك فعلا ستقاتلون إلى يوم الدين، ولكن يجب تغيير الوضع السياسي. هناك مثلا الورقة العربية، الورقة العربية هذه تغير الوضع في غزة، تجعل لك يعني رديف فلسطيني يقول نعم نريد السلام. يجب تجهيز. ولكن هل تتوقع دكتور نصير أن نرى استسلام من قبل قادة حماس وإجلاء قادة حماس؟ هل تتوقع أن هذا السيناريو منطقي؟ يعني هذا يحتاج إلى سنوات من الحرب، حرب إسرائيل ضد حماس، ضد حماس وضد الفلسطينيين، وهذه مشكلة. يعني السيد بايدن ينظر إلى الساعة ويريد أن ينهي هذه الحرب خلال أسابيع، لأن الحملة الانتخابية أصبحت يعني تقلق السيد بايدن، ولا يوجد سنوات. لا أعتقد بأن إسرائيل لديها سنوات لتتعامل مع كل حمساوي مختبئ فيه، هذا جنون. يعني يجب أن يكون هناك تغيير للوضع السياسي، يجب أن يكون هناك رديف فلسطيني للشعب الإسرائيلي لكي يجدوا السلام. أما ملاحقة حماس في الكهوف وفي الأنفاق فأظن بأن هذا مستحيل. هناك رأي عام فلسطيني الآن هو يساند بشكل كبير حماس. يجب تغيير الوضع السياسي، وبايدن هو رجل سياسة عكس بن غفير وغيره. بايدن يقول لك يجب تغيير الوضع السياسي، أدخل الدول العربية، أدخل السعودية ليكون هناك مشاريع وإعادة إعمار. يجب أن يرى الفلسطينيون النور في نهاية النفق، غير ذلك هذه الحروب. يعني شارون تقول كانوا ينتقدون شارون، وما الذي حققه شارون اليوم؟ نعم. يعني لديكم مشاكل أسوأ من أيام شارون. إذن يجب أن يكون هناك تغيير في عقلية المتطرفين، سواء من قبل المجتمع الفلسطيني أو المجتمع الإسرائيلي. يجب البحث عن طريق آخر غير الحلول الأمنية. دكتور مئير، حماس لازالت تسيطر، أولا هي جزء من الشعب الفلسطيني، هناك تعاطف من قبل كافة الفلسطينيين مع الحركة، لازالت تسيطر على كافة قطاع غزة، يعني كل العمليات العسكرية فقط تضر وتخاطر في حياة المختطفين الإسرائيليين. أولا ميدانين هذا الكلام غير صحيح، لأنه جيش الدفاع يصرخ. لكن هذا واقع يا دكتور مئير. الواقع هو أنه 80% اليوم من قطاع غزة تحت قبضة الجيش، كما قلت قوات الأمن والجيش والشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية يعني تصرح وتمرح في. ولكن معلوماتي تقول غير هذا يا دكتور مئير، بحسب ما يرد من قطاع غزة. اتفاقات. نعم تفضل. هناك كتيبة واحدة يعني فقط. نحن نقول أنه الحرب ضد الإرهاب حرب تأخذ وقت. بايدن هو الولايات المتحدة تقول أنه يجب إنهاء على الإجهاز على حماس. الرئيس الفرنسي في أول أيام الحرب كان يقول أنه ليس فقط على إسرائيل القضاء على حماس، بل نحن، شوف الكلامانجي، نحن لن نتركها تفعلها وحدها، نعم بمفردها، نحن سوف نشارك إسرائيل وننشئ ائتلاف دولي لمحاربة حماس على شاكلة ائتلاف دولي لمحاربة داعش، لأن حماس أسوأ من داعش. هذا كلام كان الرئيس الفرنسي في أكتوبر تشرين الأول. اليوم طبعا الوضع اختلف. لماذا؟ لأنه هناك المظاهرات الطائفية في فرنسا للجالية الإسلامية والأسار المتطرف المدنيين، هذا الذي اختلف يا دكتور مائير. يعني نحن ضد قتل المدنيين، ونحن ضد قتل المدنيين، وكذلك ضد قتل الإرهابيين. الإرهاب يجب أن يحضر به وأن يحاكم في إسرائيل، لكن يعني هذه الحرب يدونها حرب بدون قتلى. يعني كيف هناك 500 كيلومتر من الأنفاق تحت الأرض وهم يتباهون بذلك الحمساويين؟ هذا كلام السنوار، ونحن عصرنا على أكثر حتى من ذلك. فقط اليوم هناك نفقان في رفح تم تدميرهم ومن فوقهم المدنيين، ولكن طبعا مراكز فارغة من المدنيين. نحن نقول أنه العكس هو الصحيح. إسرائيل لا تحارب المدنيين، إسرائيل لا تحارب الفلسطينيين، إسرائيل حينما تقوم بعمليات عسكرية. لا أحد يصدق هذا الكلام في العالم الآن، لا أحد يصدق هذا الكلام. نحن نحارب حماس، نحن لا نحارب السويسريين.
كلنا ضد حماس، ولكن إسرائيل العالم لا إنما يقوم الجيش بعملية عسكرية. نحن في إسرائيل نحاول إثبات بأنه عدد القتلى أقل مما يدعي حماس. إذا حماس تقول قتلتم 1000، نحن نقول لا قتلوا 500، ونحاول أن نثبت ونحاول. وهم العكس، هم حينما يقتلون يا دكتور مير. نعم سأعطي دكتور مصري مدبر على ما شاء الدكتور مصري يتحدث يا سدقاي لو سمحت دكتور مير. وصلت الفكره الإسرائيليين. نعم سدقاي تفضل انفسنا هو مدبر على ما شاء الفكره يا دكتور مير تفضل. هو مدبر على ما شاء يتحدث عما قاله الرئيس الفرنسي قبل 7 أشهر. الجميع قبل 7 أشهر اعتقدوا أنه إذا ما نجح الجيش الإسرائيلي بالقضاء على حماس كان سيكون هناك دعم كبير بما في ذلك الولايات المتحدة، الذي اتضح أن هذا الأمر بعد 7 أشهر لم يحدث. وأنت تقول أن حماس لم يتم القضاء عليها، المخطوفين لم يعودوا، الخطوفين الذين عادوا عادوا بفضل صفقة وليس بفضل الجيش، والآن بعد 7 أشهر 30,000. الجميع يعرف أن هناك أكثر من 30,000 فلسطيني قتل. طبعا سيتغير الرأي العام في العالم، ورأي إسرائيل دولة صغيرة متعلقة بالرأي العام. صحيح أن الدكتور مصري وسموتريتش وبنغفير يعتقدون أن كل العالم غير مهم، وأن الرب لهم، وأنهم، ولكن كل الإسرائيليين العاقلين يعرفون أن إسرائيل تتعلق بالعالم، وأن إسرائيل يجب أن تصغي للعالم. لذلك اليوم الوضع تغير. أيضا أن ترضخ لمطالب حركة حماس المتعلقة بالصفقة. أنت تريد صفقة يا أستاذ جاي، ولكن نرى أن حماس تتلاعب حتى في الرد على المقترح. هذا ليس ردوع حيال. إسرائيل أيضا تقوم بحيال، وحماس تقوم بحيال، ولا نعرف ما الذي حدث هناك. لكن شيء واحد واضح، لا يوجد فرق اليوم. وقف الحرب، الحرب توقفت عمليا، هناك كتيبة إسرائيلية واحدة، هذه الحرب توقفت. بؤر لحماس موجودة في قطاع غزة، لن نغير شيء بالدخول إلى رفح. سأعطي دكتور نصير أن يعقب، تفضل التعقيب على دكتور مير. سأعطيك دكتور مير. يعني أظن بأن إيران نجحت، وبكل أسف نجحت، بجر إسرائيل إلى نفس طريقة التفكير الإيرانية، وهو يعني نريد دخول حروب بدون أي نوع من السياسة. والسيد بايدن والسعودية يعني تعرض على إسرائيل التطبيع، وهذا التطبيع هو ليس فقط من أجل المال والاقتصاد، هذا التطبيع يرسل رسالة أن هناك ثقافة جديدة، وهناك يعني في المجتمع الفلسطيني هناك من يريد للسعودية والإمارات والأردن أن تدخل على الخط وتحل محل قطر ودعمها للإرهاب، ويعني نظرية نتنياهو القائمة على دعم حماس من أجل ضرب القضية الفلسطينية. أظن بأنه حان الوقت للمجتمع الإسرائيلي أن يجرب طريق أخرى، وهي أن تدخل الدول العربية على الخط، وأن يكون هناك فعلا شريك فلسطيني. غير ذلك، إذا أردت أن تلاحق الإرهابيين في الكهوف، أؤكد لك بأنك ستغرق في رمال الشرق الأوسط، وستكون دولة فاشلة مثل إيران وسوريا وغيرها. طيب، إذن حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوي. جملة أخيرة من دكتور مير تفضل. يعني نحن لا نكتشف العجلة أو نخترع العجلة. إسرائيل حرابة الإرهاب بما سمي بالانتفاضة الثانية، وكان على رأس الميليشيات كانت حماس في الضفة وفي قطاع غزة 3 سنوات حتى قضينا تماما على الإرهاب ونظفنا هذه المناطق من الإرهابيين. المسألة ليست مسألة محاربتهم في الكهوف، المسألة مسألة إسقاط حكم حماس في قطاع غزة كسلطة كنظام حكم كميليشيا. ولكن للأسف ونعود مرة أخرى لم يتم
تبقى لي الوقت للأسف. نحن لسنا ضد السلام، بالعكس أنا مع، نحن مع السلام. طيب وصلنا فكرة يا دكتور مير وسموتريتش، نحن وحزب العمل. دكتور مير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، إن سمحت لي دكتور مير لم يتبقى لي الوقت. شكرا جزيلا لك. من نيويورك المحلل السياسي دكتور نصير العمري، هنا معي في الاستوديو أستاذ جاي بوران طيار سابق في القوات الجوية الإسرائيلية. شكرا جزيلا لكم. بهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه التغطية، أشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.